بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة الشعبة العلمية، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد. وبإذن الله في هذا الفيديو سوف نعرض لكم أهم الأسئلة الاسترشادية وكمان أهم الأسئلة المتوقعة في امتحان مادة الكيمياء لهذا العام، وإن شاء الله بإذن الله بعد ساعات سوف نعرض لكم أهم الأسئلة المتوقعة بالنسبة لطلبة اللغات. فياريت لو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وكمان فعل زر الجرس عشان يصلك كل الفيديوهات القادمة، وياريت تعمل الآن إعجاب للفيديو بحيث الفيديو ده يصل لكل طلبة الثانوية العامة، وكمان لو قدرت تشير الفيديو شيره حتى تعم الفائدة. أترككم مع مشاهدة النماذج الاسترشادية وأهم الأسئلة المتوقعة في الامتحان، وبالتوفيق لجميع الطلاب ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.